معانا كهربا اهو. يا كهربا، يا كابتن. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ احنا يئسنا، قلنا مش هتعمل مداخلة، عمالين نكلمك من الصبح وما كنتش بترد علينا، وكنا هنخصم لك والله يا 50 كابتن جنيه بس خلاص. كنت نايم والله يا كابتن، ولسه انا صح النوم يا ايه حبيبي. توت ايه توت، هو عارف انا والله صح اصلا كان اتفرج على الحلقه والله يا كابتن، صح، لا اصلا وحسن اتفرج. عامل ايه يا عارف توت؟ والله هسيبكم منور هسيبكم الدنيا. مع بعض، ايه يلا خليكم مع بعض، يلا. وحشنا يا دود. والله وانت كمان يا كابتن، انا والله صحيت كلمته فقلت له انت فين دلوقتي الحلقه، قال لي انا والله داخل اهو، قلت له خلاص ماشي، قال لي يلا بقى اطلع، قلت له ماشي ظبط نفسك، بس بيني وبينك اللي مش عارف البدله ايه، البدله منين يا كابتن؟ عجبتك؟ حلوه. حلو، عاجبك الشياكه يعني؟ لا لا متشيك ومظبط والكلام ما شاء الله باشا عليك، البلد. ها باشا البلد يعني. انا ما اعرفش هما بيقولوا ايه والقصه، بس انا عايز اسمع حوار، عايز اسمع حوارك مع كهربا. يلا حاضر يا كابتن، طمنا عليك، عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن، والله الحمد لله زي بقيت الفل. عامل بتنام ايه بدري انت؟ ها بنام بدري بقى خلاص في تركيز الفتره الجايه ديت. لازم لازم نركز، لازم نركز. انا كابتن كلمت ماما اول لما صحيت، قلت له انت فين؟ قلت له معاك كام مليون في البنك عشان تحولها لي. كلمني كلمني يا كابتن دلوقتي. ايوه فلقيته بيقول لي انت فين انت فين، قلت له في ايه، في حاجه حصلت؟ قال لي لا، معاك كام مليون في البنك عشان تحول لي. وهو جدع ويعملها، خلي بالك يعني. لا يا كابتن يعملها والله، انا عارف انا قول راجل بنكوش. قول قول على اخر حاجه جايبها. طيب قول. يا كابتن الصراحه ايوه قول. امام كل اسبوع ما بعديش اسبوع يا كابتن غير لما يدخل على الاوضه بهديه. اخر هديه بيرفم كانت بقى، ايه؟ اخر هديه بقى كان شوز اديداس كده، كان جراي كان نفسي فيه، فكنت بقول له يا سيدي الشيخ ده حلو لازم نجيب منه اتنين، رحلته تاني يوم على طول بجد؟ راح. والله العظيم يا كابتن راح داخل على طول لا لا هو التزم بقى، هو لما بيجيب حاجه اصلا لازم يعمل حسابي معاه، لان هو والله عارف من لو غير ما ما عملش يقول. حسابي. طب يا كابتن قول له معاك كام نظاره كده من بتوعي؟ معاك كام نظاره من بتوع امام يا كهرباء؟ كل النظارات بتوع امام. كل ما اجيب نظاره جديده ياخدها، كل ما اجيب والله نظاره جديده ياخدها. ياخدها. وانت تبقى فرحان. بس ايه، وعامل ايه، مش هقدر تقدر كل اتكلم. حاجه. لا وبتبقى، بس بتبقى عليه احسن مني بصراحه. لا والله صح. كهربا يعني واضح ان كان، انا فوجئت ان امام بيقول لي انه ما قابلكش غير ماتش اهلي وزمالك، وبعد كده اتصلت انت بيه لما اتعرف انه جاي النادي الاهلي، وكل الناس كانت بتؤكد انه انت السبب الرئيسي في انضمام امام لنادي الاهلي. اتفاجئت دلوقتي، بس امام بيقول انا دلوقتي بالنسبه لي كهربا ده ما اقدرش استغنى عنه، كانه اكتر من اخ واقف جنبي بيساعدني، وبيقول الصوره الحقيقيه بتاعت كهربا اللي الناس لازم تعرفها عنه. والله يا كابتن يمكن امام بعد الصوره ديت، او فعلا ان انا اصلا ما اتقابلتش مع امام خالص بره الكوره، بس انا كنت طبعا كنت بسمع عنه كتير، والناس يعني اصحابه واصحابي، فدايما حتى يمكن هو ما كانش يعني هو كان يسمع عني، بس انا كنت دايما حتى بقول لاصحابي بخلي بالكم منه، هو لعيب جامد جدا، وخلي بالكم منه بره الملعب عشان دايما مستقبل والكلام ده كله. فلما قابلته في ماتش اهلي والزمالك اول لقاء ليا انا وهو، كنا بنتكلم في حاجه بره الكوره خالص، قلت له انت لعيب جامد خلي بالك من نفسك. حاجه بره الكوره. والله العظيم بجد. فبعدها حصل له هو مشكله. فبعد الماتش ده على طول، انا الماتش ده يمكن انا كان اول ماتش ليا للزمالك بعد الايقاف، فجبت جول. فبعدها حصل له مشكله، وان هو واقف ازاي بيتكلم مع كهربا والكلام ده كله، فراح جبت رقمه وراح كلمه. قلت له انا كهربا انا معاك ومش عارف ايه، انا يمكن انا بحبك على المستوى الشخصي، انت شخصيه جميله والناس كلها بتشكر فيك وكده، فانا مش عايزك تضايق نفسك والمشاكل دي انا عديت بيها كتير، وخليك زي ما انت بس تسكت وما تتكلمش، لو احتاجتني في اي حاجه اطلع اوضحها او اطلع اتكلم فيها، ان احنا كنا بنتكلم في اي حاجه تاني غير الكوره قول لي وانا على طول انا معاك وفي ظهرك يعني. انت جميل يا كهرباء. كان دي كانت اول بقى مكالمه بينه وبين امام. بعد كده بقى بعد كده خلاص عرفت بقى ان هو جه النادي والدنيا تمام يعني. خلينا في التفاصيل دي. فبعدها لما جه ماتش حرس الحدود، اخر ماتش ده كان هو كان اخر ماتش في الدوري وهو اول ماتش يحضره، فجبت جون، فانا كان يعني كنت بنتكلم قبلها في الماتش، فعملت حركه الاسد بتاعته، فهو بعد الماتش راح نزل الملعب كان مكسوف جدا بقى ومغضوط من ايوه صح. فخدت قلت له بقول لك ايه، انت خدت معانا الدوري مش انت كده، مش انت مضيت، انت خدت معانا الدوري، انا بعد الجمهور خدت للجمهور، قدمت للجمهور. خدت للجمهور اول لقطه ليا مع الجمهور، عشان بعد كده بقى ما
كنت مخضوض وهو بياخدك للجمهور كهربا؟ ايوه طبعا كابتن. هو كان باين عليا اصلا يا كابتن. فانا نزلت الملعب فلقيت كهربا قال لي تعالى، خدني من ايديا ورحنا للجمهور ساعتها. اداك للجمهور. رحنا والجمهور حياني وانا حياتهم. كانت الامور يعني كويسه بصراحه. بعدها خلاص بقى كابتن هو بقى النجم الاول بقى عند الجمهور. لا بعدك يا كابتن. لا بعدك ما اقدرش. انا فرحان والله العظيم. بتبقى فرحان يا كهربا وامام ما شاء الله نجوميته في وقت قليل ما شاء الله بالشكل ده عند جماهير النادي الاهلي يا كهربا؟ والله يا كابتن انا اساله، انا لما اصلا ببقى بعد الماتشات بقول له روح بقى انت للجمهور يلا اطلع على السلك وغني معاهم. انا ببقى واقف تحتيه فرحان اصلا ان هو ممكن يعني خايف يقع من الشغف ودايما في ظهره في اي حاجه، لان انا مريت بالحاجات دي كلها طبع. وانا عايزه والله العظيم يا كابتن يعني هو لعيب جامد جدا. لعيب يعني انا مش هتكلم في لعبه خالص، انا شيل لعبه على جنب. هو لسه قدامه سنين كبيره كتير جدا يديها للنادي الاهلي والمنتخب مصر. نعم. وهو كمان يا كابتن يعني نضيف قوي قوي من جواه وغلبان وطيب. فهو يعني الضغوطات اللي تبقى عليه دي كلها انا مش عايزه ان هو يحس ان هو لوحده. نعم. فدايما ببقى معاه في اي حاجه. نعم. لان هو يستاهل كل الخير والله يا كابتن بصراحه يعني. كهربا طمنا النهارده الكلام الغرامه والقصه. انا سالتك في السؤال ده من كام يوم، هل الامور في طريقها للحل ان شاء الله؟ والله يا كابتن والله انا كنت نايم ساعتها لقيت الدنيا مقلوبه. بقول لهم في ايه؟ ما تنامش يا كهربا، بلاش تنام. والله يا كابتن انت عنده النوم ده. بيحب ينام يا كابتن بطريقه غريبه والله. اساله بينما يا كابتن عنده استعداد ممكن ينام يومين ورا بعض. لا بتهزر. والله يا ابني يا ابني افضل اصحي فيه ما فيش. لما بنقعد مع بعض لا ما بنقعدش مع بعض. قعدنا مع بعض اول ست شهور يا كاكا. اول ست شهور قعدنا مع بعض. وبعد كده بقى ما عرفناش نظبط الدنيا مع بعض خالص. مع كان هو مع حسين. كان انا دلوقتي مع حسين. مع حسين خلاص. ما عرفنا كل الاسرار في اللقاء اللي فات. بس طمنا على الغرامه. والله كله تمام يا كابتن. ما يعني انا فوجئت اصلا بموضوع المحضر ده الافتتاح اوت شويه وكله خير يعني كابتن ما تقلقش والله. يعني نطمن الناس ان شاء الله ان الامور لا كله خير وكل الامور للحل. بس انا مستغرب ان هم رفعوا الشيك يعني. معلش لا شتوت انا في ظهره. شوف اطلع بس من الحلقه كده شوف كابتن شبير معاه كام. والله العظيم عينينا ليك يا كهرباء وحياة ربنا. والله عينينا ليك انت واد جدع وجميل وابن بلد ولذيذ. عايز تقول ايه الكهرباء يا مان؟ لا طبعا ما مشكورك من هنا اللي فين. طبعا مش هديك حقك. اتمنى لك كل التوفيق طبعا الفتره الجايه وربنا يكرمك ان شاء الله في حياتك بره الملعب وجوه الملعب. ان شاء الله تشوف لنا عروسه بقى عشان خلاص انا يوم الاثنين ده مش راضي يجي مش عارف ليه. كل اسبوع يوم الاثنين يا كابتن. كل اسبوع يوم الاثنين اروح اجيب البدله واسيبها. اثنين هيخطب يعني؟ الاثنين هتجوز. هتجوز الاثنين الجاي. يوم الاثنين بقاله 3 سنين بيقول كده بالظبط يا كابتن. الفرقه كلها يا كابتن تروح تشتري بدل بجد يوم الاحد. يعني بيقول لكم انا هتجوز؟ بيقول لنا والله يا كابتن. بيعزمكم؟ والله بتهزر بتتكلم. يوم الاثنين في الحته الفلانيه كمان والمكان والله يا كابتن. نيجي لحد الكهرباء فين؟ كهرباء. لا يا جماعه اجلت. طب الاثنين هيجي امتى كهربا؟ خليها التلات يا خليها الحق يا عم. خليها لحد يا عم كهربا. لا يا كابتن والله نفسي اتجوز والله يا كابتن. اللعبه كلها اصلا كل يوم. والله يا كابتن نفسنا يا كابتن نتجوز والله يا كابتن. طبعا. بس لسه ناقص الغساله والتكييف. يا عم انت اتجوز مالكش دعوه باي حاجه. احنا هنلم لك. انا يا عم عليا الغساله وامام على التكييف. يا عم هنلم لك بس الجو. خد الخطوه بس. خد الخطوه. ربنا خد الخطوه بس. ربنا يكرمك يا كهربا. وعايز تقول ايه لامام؟ عايز تقول ايه؟ لا انا عايز اقول له ما شاء الله يعني الحلقه تحفه بصراحه وجميله جدا وتعلم مني دلوقتي الكلام خلاص بقى عادي اهو شايفه عمال يتكلم والثقافه عادت ما شاء الله. وعايز اقول له يعني كمل على كده وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تبقى اسطوره كبيره قوي في النادي الاهلي وتخبط له باذن الله السنه اللي جايه ان شاء الله عشان هو يتسهل كده. بشكرك يا كهربا شكرا جزيلا وبتمنى لك يا رب كل توفيق وكل نجاح.